أهلا بكم مجددا مشاهدينا، وأهلا بك كريم تصحبنا في جولة عبر أبرز أخبار الرياضة، ليس كذلك؟ أهلا بك أسامة وبكل مشاهدي برنامج صباح نيوز على قناة الجزائر الدولية. أنت لازلت تبهرنا باستشرافاتك الكروية كريم، قلت لنا المرة اللي فاتت أنه مانشستر سيتي سيتوج لا محال باللقب، وهو ما حصل فعلا. فعلا من دون مفاجآت تذكر مانشستر سيتي بطلا للعالم بعد فوزه على نادي فلومينينزي البرازيلي بأربعة أهداف دون مقابل. الأرجنتيني ألفاريز افتتح باب التسجيل بعد مرور 40 ثانية فقط، ثم بعدها اللاعب نينو سجل الهدف الثاني بالخطأ في مرماه، وأحرز الدولي الإنجليزي فيل فودن الهدف الثالث عند الدقيقة 72 ليعود نجم اللقاء الأرجنتيني جوليان ألفاريز قبل دقيقتين عن النهاية ليسجل الهدف الرابع للسيتي والثاني له في المباراة. وبهذا التتويج أصبح غوارديولا أول مدرب يفوز بمونديال الأندية في أربع مناسبات كاملة، مرتين مع برشلونة، مرة مع بايرن ميونخ، وهذه المرة مع مانشستر سيتي. نعم، وهذا رجح كفة مانشستر سيتي أكيد كريم، أنه غوارديولا أخذ خبرة من التجارب السابقة. فعلا أكيد أنه غوارديولا يملك خبرة كبيرة في ميادين التدريب، خاصة بعد التتويجات التي حققها مع كل الأندية التي مر بها، خاصة نادي برشلونة ثم بعدها بايرن ميونخ، والآن مع مانشستر سيتي. 8 سنوات مع هذا الفريق، حقق ألقاب لم يحققها الفريق طيلة مشواره في كرة القدم عبر تاريخه. لأول مرة يبصم هذا النادي على تتويج في مونديال الأندية، يشارك لأول مرة في مونديال الأندية بعد السيتي أول مرة يشارك، أول مرة لأنه لأول مرة يفوز بدوري أبطال أوروبا السنة الماضية أو هذه الموسم الفارط. نعم، هذه المرة يشارك في كأس العالم للأندية ويفوز بها بعد فوزه في نصف النهائي على أوراوا الياباني بثلاثية، والأمس أمام فلومينينزي البرازيلي بأربعة أهداف دون رد ليكمل خماسية تاريخية لهذا النادي بعد فوزه بالدوري الإنجليزي الممتاز، كأس الرابطة الإنجليزية، ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، والآن كأس العالم للأندية. 5 ألقاب في موسم واحد لمانشستر سيتي وغوارديولا. مستويات خرافية يقدمها السيتي كريم. أكيد مستويات خرافية، رغم بداية يعني غير موفقة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، يبعد ب5 نقاط عن المتصدر أرسنال، لكن أكيد أنه مانشستر سيتي سيعود بقوة، خاصة بعد عودة الدينامو وسط الميدان البلجيكي دي بروين، وعودة بعض المصابين، وعودة الفريق بهذا التتويج سترفع من معنويات اللاعبين والمدرب من أجل إعادة ربما سكة السيتي إلى الطريق الصحيح في الدوري الإنجليزي الممتاز. نعم، إذا أعتقد عندك ضيف كريم للحديث حول المباراة. فعلا أسامة، ضيفي من الدوحة القطرية وائل فطوش. صباح الخير وائل الإعلامي الرياضي، إذا مباشرة عبر الهاتف من العاصمة القطرية الدوحة. نعم، صباح الخير لكما كريم، وتحية لكم وشكرا على الاستضافة، وتحياتي لكل المشاهدين عبر شاشة قناة الجزائر الدولية. إذا وائل، مانشستر سيتي كما قلت من دون مفاجآت وكما كان منتظرا رباعية كاملة، هل مانشستر سيتي كان قويا لهذه الدرجة أو ربما فلومينينسي هو من كان ضعيفا في هذا اللقاء؟ نعم كريم، كلا الأمرين صحيح. مانشستر سيتي كان جيدا في بطولة كأس العالم للأندية، إضافة إلى التفاوت الكبير في المستوى، ليس فقط بين الفريقين بل بين الفرق الأوروبية وبقية الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية، حيث هذه النسخة أو هذه المسابقة أساسا تعتبر يعني مسابقة رياضية من تنظيم الفيفا، يشارك فيها عديد الفرق ويفوز في نهايتها بطل أوروبا إلا صحيح. في استثناءات قليلة وقليلة جدا.
فعلا وائل، مانشستر سيتي كما قلت قبل قليل كما تحدثت مع أسامة، غوارديولا يحقق خماسية تاريخية مع هذا الفريق، يحقق لقبه الرابع في مونديال الأندية بعد تتويجه في مناسبتين مع برشلونة وفي مناسبة واحدة مع بايرن ميونخ. أكيد أن هذا المدرب كتب اسمه بأحرف من ذهب في سجل المدربين. أكيد أكيد، بالنسبة لبيب غوارديولا يعني مدرب كبير جدا، نجح أينما حل. صحيح ربما في البايرن لم يتوج بدوري الأبطال، فكان توج باللقب أول موسم مع الفريق الألماني عندما سلم الأمور خلف ليو فانكس، ولكن غوارديولا هو مدرب كبير وكبير جدا. الأهم شيء في التعامل مع بيب غوارديولا بالنسبة لأي نادي، اي نادي يصرف اموال كثيره مع بيب غوارديولا، الاكيد جدا ان هذه الاموال ستكون في المكان المناسب وسيحقق انجازات. يعني مدرب يعني نجاحه مضمون بنسبه عاليه وعاليه جدا. ومانشستر سيتي وائل يعاني هذا الموسم مع بدايه المنافسات البريمير ليج، يبتعد بخمس نقاط عن ارسنال المتصدر الذي يملك مباراه اليوم، مباراه مثيره سنتحدث عنها بعد قليل امام ليفربول. مانشستر سيتي هل ربما رحيل بعض اللاعبين على غرار إلكاي غوندوغان ورياض محرز واسماء اخرى اثرت على هذا الفريق، وغياب ايضا دي بروين مع بدايه الموسم بسبب الاصابه، هل هذه الامور اثرت على مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي الذي كان يكتسحه منذ البدايه الى غايه النهايه في السنوات الماضيه؟ نعم، ربما غياب دي بروين اثر كثيرا، انتقال غوندوغان وايضا رياض محرز وحتى في الدفاع لابورت، يعني اثر على مانشستر سيتي لان الجوده عامه في مانشستر سيتي الفريق اصبح اقل نوعا ما من الموسم الماضي، وفي نفس الوقت يعني الارسنال وليفربول وبقيه الفرق تحسنت مقارنه بالموسم الماضي، يعني الفارق بين مان سيتي وبقيه فرق البريمير ليج تقلص، واضافه الى العامل البدني بعد موسم كامل مرهق الموسم الماضي ليس بالسهل ان تكون في نفس المستوى للموسم الذي يليه. في الامر تقريبا ريال مدريد في على المستوى التاريخي في اخر السنوات الفريق الوحيد الذي بقي على نفس المستوى لموسمين او ثلاثه بشكل متتالي، لانه يعني صعب جدا في اوروبا ان تبقى بنفس المستوى في اكثر من موسم وتحقق كل شيء لموسمين على التوالي، هذا امر صعب جدا. رغم ذلك مانشستر سيتي هناك وقت نصف موسم لتحسين الامور والعوده للمنافسه في البريمير ليج، ولحد الان موجود ضمن المنافسين ولكن مستوى لحد الان اقل نسبيا من الموسم الماضي. وائل ابقى معي، نتابع تصريح المدرب بيب غوارديولا بعد هذا التتويج ثم نعم. لقد فزنا بالفعل بجميع الألقاب بعضها على التوالي، لم يبقى لدينا لقب آخر نفوز به. أود مشاركة هذا التتويج مع جميع الذين عاملوا مع مانشستر سيتي منذ اليوم الأول وصولي هنا، جميع اللاعبين الذين ساعدونا الموسم الماضي على تحقيق شيء لا يصدق وساعدونا على التواجد هنا لخوض هذه البطولة الأصعب. بمجرد وصولنا إلى هنا كان علينا أن نقدم أداء جيدا، نحن سعداء حقا. الآن سنستريح قليلا ونحاول شراء كتاب آخر ونبدأ في الكتابة فيه مرة أخرى، لأن كتاب السنوات الثماني الماضية قد تم ختمه. The last 8 years, it's over. إذن وائل، كما قال غوارديولا بعد ختمه لهذا الكتاب يريد فتح كتاب آخر لكتابة تاريخ جديد مع هذا النادي، هل تتوقع أن بيب غوارديولا سيواصل ربما لسنوات طويلة مع مانشستر سيتي وسيحقق ما حققه أو ربما أكثر، ربما سداسية في المواسم المقبلة كما حدث مع نادي برشلونة في السنوات الماضية؟ أعتقد أن بيب غوارديولا مدرب يريد النجاح في أكثر من مكان، ربما سيغير الأجواء بعد نهاية العقد ليس لأنه قد لا ينجح بل من أجل تحقيق نجاح في مكان ثاني وفي دوري آخر، أعتقد ذلك. ولكن عموما ما قاله غوارديولا في اعتراف بالجميل للاعبين الذين غادروا بهذا التصريح المتوازن، وأيضا
يؤكد أن ما حصل هو إنجاز بالنسبة للمان سيتي في نهاية الأمر، الذي صراحة لم يكن بذلك النادي الكبير جدا قبل قدوم الإدارة الحالية الإماراتية بقدومها وبالتعاقد مع غوارديولا، حتى قبلها مع مانشيني وغيرها من المدربين. المان سيتي من نادي متوسط إلى بطل أوروبا، وهذا استثمار رياضي ناجح بكل المقاييس. ومن بين هذا النجاحات في الاستثمار هو حسن اختيار المدرب، ربما عكس ما حصل في تشيلسي رغم الصرف الكثير لا يوجد نجاح. نفس الشيء لحد الآن بالنسبة لنادي مانشستر يونايتد بتعاقد مع تين هاج، تحدث طبعا عن تشيلسي آخر موسمين. طيب وائل، نطوي ملف مانشستر سيتي وفوزه بمونديال الأندية، لنتحدث عن ممثل القارة الإفريقية الأهلي المصري الذي توج على حساب أوراوا الياباني توج بالميدالية البرونزية بعد فوز مثير على النادي الياباني بأربعة أهداف لهدفين. الأهلي المصري حقق الميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه، وبهذا يعادل برشلونة الذي يملك ثلاث ميداليات ذهبية وميدالية فضية، أربع ميداليات لكليهما، وكثاني أكثر الفرق حصولا على الميداليات بعد ريال مدريد الذي يملك خمس ميداليات كاملة ذهبية. إذن الأهلي المصري فاز بالمباراة التي كما قلت انتهت بأربعة أهداف لهدفين. كيف تابعت هذا اللقاء وهذا التتويج المستحق للنادي العربي الذي ربما لم يحالفه الحظ أمام فلومينينسي من أجل التواجد في النهائي أمام مانشستر سيتي؟ نعم، ميدالية برونزية مهمة جدا للنادي الأهلي، المركز الثالث ليس عالميا ولكن المركز الثالث في مونديال الأندية، يتوج الموسم الممتاز الذي قدمه بطل إفريقيا النادي الأهلي وعميد الأندية الإفريقية والعربية. ولكن بصراحة كريم تمنيت لو الأهلي استطاع العبور للنهائي، لأن مع تغيير نظام البطولة أعتقد أن الأمر هذا سيصبح من شبه المستحيلات مستقبلا، فوت فرصة عليه وعلى الكرة العربية والإفريقية لوصول لنهائي، خاصة النادي الأهلي بتاريخه وعلاقته لم يصل لنهائي كأس العالم الأندية التي وصل إليها الهلال السعودي، الرجاء، أيضا نادي مازيمبي، العين الإماراتي. تمنيت لو الأهلي بمشاركته على الأقل، لا أقول أخيرا ولكن مشاركته التي كان من خلاله يمكن الوصول للنهائي. للأسف الشديد في اللقاء من الفريق البرازيلي لم تجري الأمور بشكل مطلوب، لكن هذا لا ينقص بتاتا للإنجاز الكبير للنادي الأهلي كما قلت عميد الأندية الإفريقية والعربية. الصيغة المقبلة عام 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية ستكون ب 32 فريقا، سيكون من الصعب على أي فريق كما قلت عربي أو إفريقي من التواجد في المربع الذهبي على الأقل أو حتى النهائي، سيكون من الصعب على هذه الأندية الوصول خاصة بالصيغة الجديدة. نعم نعم، من الصعبة ومن يعني عملية شبه مستحيلة، خاصة حتى أنه مستوى الأندية في أوروبا سيكون أعلى من مستوى المنتخبات في كأس العالم، والبطولة القادمة أيضا ستكون أوروبية من جديد، لأنه أندية مثلا أمريكا اللاتينية مستواها مثلا أقل من المنتخبات، يعني لن نجد حتى الأندية اللي من أمريكا أو من غير أوروبا منافسة على اللقب بصراحة. يعني أعتقد أنه المربع الذهبي سيكون أوروبي 100% في النسخة القادمة، على الأقل ثلاث نسخ القادمة لمونديال الأندية، إلى أن يأتي ربما تغيير في بقية القارات. طيب وائل، تحدثت قبل قليل عن مباراة القمة، قمة الدوري الإنجليزي بين أرسنال وليفربول، نتحدث عن هذه القمة التي أو الفائز فيها سيكون متصدرا للدوري الإنجليزي الممتاز، فارق نقطة واحدة بين أرسنال المتصدر وليفربول الثاني، كيف ترى هذه المواجهة القوية في الدوري الإنجليزي الممتاز؟ نعم، هي مواجهة قوية جدا غير قابلة للتوقع بتاتا، كل الاحتمالات واردة في هذه القمة. المهم بالنسبة للفريقين في اعتقادي الشخصي
من يريد فعلا المنافسة على لقب الدوري مع التراجع النسبي في مستوى المان سيتي عليه أن يفوز في مثل هذه المباريات وأن يوسع النقاط، خاصة كما قلت أن تراجع السيتي فرصة ذهبية في إنجلترا صعبة الحدوث في ظل وجود غوارديولا، فيجب استغلالها بشكل جيد من أرتيتا ويورغن كلوب. انتهاء مباراة بالتعادل سيضر من مسار الفريقين. أرسنال مع أرتيتا هذا الموسم مختلف ربما عن المواسم السابقة، هل ربما سيواصل على نفس النسق أو سيتراجع مثل ما حدث قبل موسم أو موسمين عندما تراجع في الأمطار الأخيرة من المنافسة؟ هل تعتقد أنه أرسنال يملك الخبرة، أرتيتا يملك الكفاءة والخبرة لقيادة هذا النادي للتتويج مرة أخرى بالدوري الإنجليزي الممتاز؟ صراحة صعب جدا التنبؤ بموسم أرسنال في نهايته، ولكن الأكيد أن الفريق هذا الموسم تحسن على مستوى الرصيد البشري، تحسن على مستوى إدارة المباريات بالنسبة لأرتيتا، خاصة المباراة أمام الفرق المتوسطة التي كان يعاني منها الموسم الماضي أرسنال، حاليا أصبح يفوز، الخبرة أصبحت أكثر. أرسنال يبدو هذا الموسم جاهزا أكثر المواصلة في المنافسة مع كما قلت تراجع مستوى سيتي، لكن حذاري كما قلت قد يكون البطل ليس أرسنال وليس مانشستر سيتي في ظل وجود يورغن كلوب الذي متعود جدا على المنافسة ومتعود على الوصول إلى آخر لحظات في المنافسة مع بيب غوارديولا، كان دائما يخسر لقب بفرق نقطة، فيورغن كلوب متعود أكثر على البقاء طويلا في المنافسة، إضافة إلى أستون فيلا الذي يقدم موسم ممتاز مع أوناي إيمري سيكون مزعجا أيضا مع بقية الفرق التي تحسنت. الإعلامي الرياضي وائل فطوش شكرا لك على هذه المداخلة، كنت معنا مباشرة من العاصمة القطرية الدوحة. شكرا جزيلا لكم كريم ولكل المتابعين على قناة الجزائر الدولية. شكرا وائل، نلتقي في مواعيد رياضية أخرى إن شاء الله. إذن أسامة كانت هذه الفقرة الرياضية التي خصصناها لمونديال الأندية التي توج بها مانشستر سيتي واحتل نادي الأهلي المصري المركز الثالث والميدالية البرونزية، كما تحدثنا أيضا عن قمة مباريات اليوم بين أرسنال وليفربول. أشكرك جزيلا الشكر كريم على أن نلقاك غدا في نفس التوقيت إن شاء الله. شكرا شكرا مشاهدينا، صباح نيوز لازال مستمرا، ابقوا معنا.